هاي فوائد رأي كثيرة وتأثيرها مباشر على المعنويات، الصحة الذهنية والجسدية. دراسات أثبتت أن القراءة بتحسن الذاكرة بشكل ملحوظ لأنها بتمرنا باستمرار. الكتاب رفيق مهم خلال التمارين الرياضية، والقراءة بتساعد على الاستمرار بالتمارين لوقت أطول. المطالعة بتخلي الدماغ شاب وبتأخر شيخوخته وبتحارب مرض الألزايمر. القراية عندها تأثير مباشر على تخفيض مستويات السترس بنسبة 67%، عدا عن تأثيرها على تحسين اللغة وخلق التعاطف مع الناس بسبب الدخول بالشخصيات الموجودة بالكتب. مين قال إنه القراءة بتساعد كمان على تخفيض الوزن وبتخلينا ننظر للأمور بإيجابية أكثر؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.